هلا يا فراشاتي، انا مقرره النهارده ان انا عايزه اعمل لوك ازرق استخدم فيه الثلاثه باليتس دول، لان دول يعتبروا الثلاثه باليتس الوحيدين اللي فيهم درجات الازرق اللي انا عايزه اعملها. فربنا يكون في عونكم وفي عوني. اول حاجه من نورفينا فوليوم 1 هستخدم درجه الماستر دي اللي هي E3، هستخدمها كترانزيشن شيد، هحطه كده فوق الكريز كده، هاخد درجه الرويال بلو دي واحطها في الاوتر كورنر. طيب هو الموضوع وسع مني شويه ودخلنا لحد نص العين، محدش يتخض، تراست بروسس. بعد كده الدرجه دي من نفس الباليت، ازرق مدي على موف، ما تسالونيش ازاي. بايدي هي ميتاليك، احطها في النص الاولاني من العين وهي طلعت موف. بس هنفضل مكملين وهنحاول ننقذ الموقف. خد الدرجه دي، هي دي ازرق اكيد، من الميني نورفينا فوليوم 3، وبرده بايدي وهحاول ارجع الموف ده اخليه اللي بازرق تاني. والحمد لله المحاوله ابتدت تنجح. بعد كده فرشه نظيفه وهنظبط الايدجز. اقعدوا ادمجوا ما تقلقوش، البلندنج هو صديقنا الصدوق في المواقف الطارئه اللي زي دي. دقوني الرموش هتنقذ اللوك ده انا حاسه. بقى الذهبي ده في الانر كورنر اتمنى يكون واضح. بعد كده اخدت درجه E3 و D4 ودرجتهم تحت. نيجي للحاجه اللي هتنقذ اللوك ده وهي الرموش. اتمنى تكون الرموش انقذته. طبعا اللوك ده محتاج اكتر درجه روج نود في الكون، فهي فرح العمده اللي احنا عاملينه فوق، وده الفاينل ريزلت. اللي هيشتم هعمله بلوك.